وللمزيد من مقر انعقاد الجلسات، الزميل مصطفى ميزار موفد التلفزيون المصري وفانا بهذه الرسالة. انتهت المرحلة الأولى مشاهدين الكرام من جلسات الحوار الوطني، وتم رفع توصيات المرحلة الأولى إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، واليوم يستكمل النقاش حول قضيتين رئيسيتين في محوره السياسي. الأولى متعلقة بدور الأحزاب السياسية، الدمج السياسي ما بين الأحزاب، الحوكمة الإدارية، دور لجنة شؤون الأحزاب ودور لجنة الأحزاب السياسية في هذا الموضوع. المحور الثاني متعلق بقانون الحريات العامة وحرية التعبير والرأي وإتاحة المعلومات من مصادرها المختلفة والمتنوعة، وحرية الرأي وحرية الصحافة، الحرية المسؤولة والكاملة التي لا تضر ولا تمس ثوابت الدولة المصرية وتحافظ على الأمن القومي للدولة المصرية. الجلسات والنقاشات داخل أروقة جلسات الحوار الوطني تتميز بالشفافية المطلقة ولا خطوط حمراء داخل جلسات الحوار الوطني. الكل مجمع على أن الدولة المصرية من حقها أن تتبوأ المكان التي تليق بها وبتاريخها، فالدولة المصرية جاءت أولاً ثم جاء التاريخ ليكتب أمجاد الدول والأمم والشعوب، لكن الدولة المصرية ضاربة بجذورها في أعماق التاريخ. هذا ما أكد عليه الحضور داخل جلسات الحوار الوطني. الكل هنا مجمع على أن الوطن والأمة المصرية تستحق أن تكون في مقدمة الأمم، سواء من خلال سن تشريعات تسهل كافة الحقوق والواجبات وأيضا تحافظ على مكتسبات الدولة المصرية وتحافظ على مكتسبات الجمهورية الجديدة والتي تكون بمثابة يد الزراعة القوية والعون لإعادة البناء مرة أخرى للدولة المصرية.